السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، عيد مش جنبي بخير، نتمنى تيرين بألف خير ان شاء الله. واش ميش اليوم فات الصباح واحد الشميشة حارة مستر ميثما اتفوت نهار الصباح، الشميشة حارة حارة على الصباح. هادي ديابا يلا لا تشوف شحال الساعة، هادي يلا 8:23 الحسيمة، فيها واحد الشميشة على الصباح حارة بزاف اليوم الصراحة. وبغينا نهضرو في واحد الموضوع، موضوع المشاهدين الكرام، بهذا الوباء الله يحفظنا ويحفظنا من والله يحفظنا ويحفظنا ويحفظكم منه المشاهدين الكرام. جا واحد الخبر جديد، انا من الحقيقه ما كنتش غندير الفيديو، ولكن من شفت هذا الخبر قلت ضروري ضروري نخبر المتتبعين ديالنا، المتتبعين الكرام اللي كيبغيونا وكنبغيهم، وحتى اللي ما كيبغيونا مرحبا بهم حتى هما. مسر ميثما الناس لكم الخبر ان شاء الله، متتبعين نخ الخبار ان تسرى يام يام يقدر غير يتسرى متركني، كاين اللي يقدروا يسمعوا وكاين اللي ما سمعوش. المهم خليكم معايا نسمعوا هذا الشيء اللي قالوا. قالك منظمة الصحة تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا أشد خطورة، أشد خطورة يعني يجن خطر كتر زمن يعذن، يعني كوفيد 19 يعني كتر زقني يعذن، لأن من الناس نعم سينا منظمة الصحة العالمية ماشي شنجنا ميازي الطفوة، يعني قالوها الناس يعني اللي عندهم الخبرة في هذا الشيء هذا. واسمعوا مزيان المشاهد الكرام، نقرا لكم اجا في الاخبار. سلاتي تما اكم السعداء ميديوس الاخبار. اكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادنوم غيبريسيس أن ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، يعني قال كرا خلي دابا ديال القرود هذيك بوحدها، هذيك ديال القرود هذيك الخطر ديالها بوحدها عاوتاني. أنا ما كنهضركش على 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 هذيك يعني ديال القرود هذيك يعني مرض بوحدو هذاك، يعني تفسر ميتنا ولين رقيو هذا ولين واحد عاوتاني. أن ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا وارد تماما، يعني كالك وارد يعني غادي يكون 100%، بحال يأكدوا بأن غادي يكون 100%، غادي يكون المشاهد الكرام 100%. وقال غيبيرسيس أمس الجمعة، يعني الجمعة اللي فات، قال في مؤتمر الأمن يعني كما سمعوا ما غلوس بك بالانجليزيه 2022 في براتيسلافا، يعني بحال البلاصه، ما يزال هناك تهديد حقيقي وواضح، يعني قال لك راه كاين واحد التهديد حقيقي وواضح، يعني بحال اكدوا كياكدوا بان جاي واحد الفيروس يعني اللي اخطر من كوفيد 19، اخطر تسراتيت مع، لان تاكدنا بان قاعد يجن مرض كتاز قلنا يعني يا نعرف هذا المشكل وجي قال شي يمكن هذه هي، لا هي نتاكدن تسمى غاسن تسمى تاكدن 100% الا ديري، اذا شي حاجه قد ديري ما يمكنش ديري تاكد نجي الحشد وتيري ضروري ما تيري. اش غادي يكون واضح
بظهور نوع جديد اكثر ضررا. يعني كيقول لك يعني غيكون واحد الفيروس يعني اكثر ضررا، غيضروا الناس بزاف وغيموتوا الناس بزاف، كما على حسب كما كيوضحوا هما، يعني غيموتوا الناس بزاف. لان هذا حاجه طبيعيه، يعني كياكدوا لنا هذا الشيء. هذا اكثر ضررا من فيروس كوفيد، يعني اكثر من كوفيد اللي كاين يعني حاليا، يمكن ان يقاوم التعرض للقاح حتينا. يعني كيقول لك يعني بحال يعني هو يعني اللقاحات اللي درنا بحال ما يأثرش فيه، يعني اللقاحات اللي على حسب داكشي اللي قالوا، يعني اللقاحات يكين نمشي نقارسي سينا في نكين، يعني ثيني اذر حتى هباء منثور، لان قارش مشكل يتسمى المرض يتغيسن، يتسمى من دي سينا في نكين مامني، ثيني واحد نفع عند سمازيغ ما غاديش ينفعوا داك الشوكات اللي درنا مثلا، يعني اللي فاتوا قال لك ما غاديش ينفعوا، لان هذوك على يعني على الحساب هذا خصهم شوكات اخرى جدادين. واعرب مدير المنظمه عن قلقه ازاء الاتجاهات السائده في بعض المناطق. يعني هو راه كيقول لك راه يعني بحال كياكدوا اللي غتكون واحد 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 يعني واحد المرض صعيب بزاف على وجه الخصوص، حيث ان عدد الوفيات المبلغ عنها في افريقيا ومنطقه غرب المحيط الهادي اخذ في الارتفاع. يعني بحال الا راه كاين يعني هذا المرض كما قال لك، راه في افريقيا راه كيموتوا بزاف ديال الناس، باش تصير ما يتمناش افريقيا كنموت نطاس بزاف وتمتنا نطاس بزاف. واحد هذه اخذ في الاعتبار السابق القول ان الوباء قد انتهى. يعني بزاف الناس كيقول لك زعما بحال الا قالوا لك الوباء قد انتهى، ولكن عاد غادي يحيى من جديد. واضاف انه من الصعب للغايه التكهن بكيفيه تطور الفيروس، اذا ان المتحورات المستقبليه المحتمله قد تكون وعديه اكثر، لان كما كيقولوا هذا الشيء اللي غيخرج دابا من هنا لقدام، قال لك راه غيكون يعني غيأذي الناس اكثر من هذاك اللي يعني هذا الشيء اللي فات دابا. اش غادي يقول لكم المشاهدين الكرام؟ هادشي راه كيخوف صراحه، والله الا كيخوف. اذا المحتوى المستقبليه المحيطه قد تكون وعديه اكثر، قال لك راه غيكون يقدر تكون وعديه اكثر من هذا اللي فات، لكن لا يمكن التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شده المرض. مشاهدينا الكرام، هذا الشيء ارى خطير، هذا الشيء على حسب هذا الشيء اللي كنسمعوا ارى خطير صراحه. من تسرم انايا خطير بزاف، لان منايا اذا حياني شي نقارصه فوق نفك الزايس اللهم لك الحمد، ولكن هذا روحي غنبدا زي جديد حتى دابا عاد غادي نبداو من جديد. يعني بحال الا داك الشيء اللي فات كاع، يعني بحال الا دوك الناس اللي ماتوا وداك الناس اللي مرضوا بحال الا ما داز والو حتى لدابا، عاد خصنا يعني نديروا الاحتياط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نتمنى اخوتي تفهموا لهذا الشيء اللي جاي في الطريق، نتمنى يحفظنا ويحفظكم المشاهدين الكرام، لان المرض راه صعيب، ما نبغيو حتى العدونا صراحه. الله يشافي اللي مرض، الله يشافي ويعافيه، واللي ما مرض الله يحفظه. هذا الشيء اللي غنقولوا، مستر ما يثما وني يرشن ادي شفا سيدي ربي، وني ويرشن ادي يحفظ سيدي ربي. ونتمنى لكم عجب الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.